دونك نبداو، حنا كنا كنعرفوا الشباب ان باش تكون انسان اللي هو ماديا مزيان في هذه الحياه هو انك خصك تكون اونتربرونور، خصك تكون مقاول. كلشي متفق على القضيه هذه. سالاري سي فغي ممكن تعيش العيش كريم تحقق شي حوايج هي ماديه، من نكون واقعي لا بلي با دي لي سالاري كيلقاو صعوبه انهم يعيشوا داك النمط العيش اللي هما بغاو. دونك التجا لونتربرونيا ولا لونتربريز، مي راه ماشي ساهل انك تقول مقاول. مقاول بالفم راه ساهله، ولكن باش دير مقاول ولا مشروع راه ما ساهلاش. اول حاجه خصك فكره ديال المشروع، شنو المشروع اللي غادي دير، خصك تشوف الماركت شنو فيه، شنو مطلوب، شنو الحاجه اللي كيبغيوها الناس، باش انك تلقى الفكره اللي غادير مشروع. خصك تدرس هذا البروجي بعدا، واش غينجح واش ما غاديش ينجح، تحدد الفلوس غادي خصك، فين غاديروا، اين مكان، الى اخره، شنو كاتيجوري ديال الناس اللي غاتسيب لي في هذا البروجي. دونك دراسة المشروع راه براسها خصها مصاريف اصلا باش انك ديرها، لو كابيتال راس المال هنا في العواز في الكوزه. هاد الفكره كاينه، كاين دراسه، ولكن لو كابيتال راس المال باش ندير ان بروجي اللي هو ناجح سي فري خصك ان كابيتال اللي هو زوين. لا ما كنتش شي تصحيحه ولا عندك شي حاجه اللي شي ارض غتبيعها ولا هذا، دونك غضطر انك خصك دير ان كريدي من لابونك باش تمولي لو بروجي ديالك. داكوغ، لوكال المكان فين غندير المشروع، واش في حي شعبي، حي راقي، في الشارع، في مكان فيه، واش غنكري، واش غنشي ساروت، واش غادي شنو غندير. دوك اللوكال راه كيعاون بزاف واحد النسبه كبيره في النجاح ديال المشروع ديالك. مصاري في المشروع، عندك واحد الكابيتال حطيتيه، درتي واحد المحل قديتي ديال المشروع ديالك، ومن بعد واش من بعد من شهر الاول دخل الفلوس، بارفو خصك سيموا، خصك عام. كاين الناس اللي عرفتهم تقول لي خصك 5 سنين يا راه تولي تدخل المصاريف اللي هي تولي تدخل مداخل اللي هي مهمه. دونك شنو خصك؟ خصك واحد المصاريف تكون تحت منك لا تبقى تصرف بها على داك المشروع، بحال داك الفلاح اللي كيبقى العام كله كيصرف على الارض ديالو، كيجيب لها السويد الزريعه وكيسقيها، باش واحد العام هكا تعطي واحد الغله، ممكن ماشي من العام الاول العام الثاني العام الثالث، سا ديبون داك الارض اللي هو كيانفيستي فيها المجهود والمال ديالو. حاجه اخرى باش تكري ان بروجي تراديسيونيل، الاجراءات الاداريه، لي ديمارش ادمنستراتيف، وراقي، سيولوجي، لا كرياسيون غير دي سوسيتي بعدا، لي فري دو كونطابل، داك الشيء راه بحد ذاتها راه كتعكز بزاف ديال الناس انهم يكريو مشروع. وبارفو كاين الناس هما موظفين كي باش انه يكري بروجي وهكا وادارات، كاع ما عنده الوقت ما كيبغيش يدخل في امور اداريه حيت الخدمه ديالو ممنوع عليه الدوبل فونكسيون، كتخلي انه تيعكز كاع انه يدير ان بروجي اللي هو تراديسيونيل. داكوغ، دونك شنو جاب لنا القرن 21؟ شنو جابوا لنا الخبراء؟ الخبراء اللي هما بحثوا في هاد الميادين في القرن 21 جابوا واحد السيستم اللي هو جديد، سيستم اللي حاليا كتعتبر المعجزه رقم 8، معجزه ولا مقاومه القرن 21 اللي فغيمون كتخليك انك تولي اونتربرونور بكاع الامتيازات ولكن بمزايا اللي هي فغيمون سامبل. اول حاجه هاد النوع ديال المقاومه غنعرف لكم عليه ان شاء الله كيتسمى بروجي كلا اون مان، مشروع جاهز، كاين السوسيتي كتقاد كل شيء، انت فقط كتولي شريك معها وكتستافد من هاد المزايا ديال المشروع. حاجه اخرى ما كاينش مخاطره ماليه، حيت ماشي انت اللي غدير لوكال ولا غدير ستوك ولا غتحط فلوس كبيره، كاينه الشركه هي كتكلف بكل شيء كيف ما قلت لكم، تولي غير بارتنير معها باش انك تعاون الشركه انها توصل البرودوي ولا السيرفيس ديالها للعامه. حاجه اخرى غير مطالب تكري محل ولا تشري ولا دير ان ستوك، لا سوسيتي هي كتوفر لك كل شيء. هذه ميزه اللي فريمون عجبتني النهار الاول. الحاجه اللي عجبتني كموظف، انت غير مطالب تخلي خدمتك تبقى خدام الخدمه ديالك ولا داك البروجي اللي عندك تراديسيونيل اون باراليل في لو طون بارسيال في لو طون ليبر ديالك، في الوقت اللي عندك خاوي في العشيه ولا في الصباح ولا في الويكاند يمكن لك تزاول هاد النوع ديال المقاوله، لانها فريمون كتمتاز بمرونة العمل ومرونة ديال التوقيت. حاجة أخرى، التكوين والتأطير مجاني، حتى أدوات العمل مجاني. كيفاش غتخدم؟ كيفاش غتنجح؟ كاين الناس كيأطروك، كاين خبراء في هذا المجال اللي كيأطروك باش أنك تولي ناجح في هذا البروجي. حاجة أخرى، مشروع اللي غنتعرفوا عليه اليوم فيه تكافؤ ديال الفرص، ما كاينش باك صاحبي، ما كاينش اللي عنده كابيتال كبير هو اللي كينجح، ما كاينش اللي قاري بزاف هو اللي كينجح. كنا كنبداو سواسي اونتربرونور سالاري فام دو فوي ايتيديون، كيف ما كنتي كنا عندنا نفس فرص النجاح، كيبقى العمل ديالك والاجتهاد ديالك هو اللي يخليك توصل ولا تفوت الشخص الاخر. هذا النوع ديال المقاوله كيتسمى له ماركتينغ غولاسيونيل، التسويق العلاقاتي، التسويق الشبكي الصحيح والنقي،
ماشي لك التسويق الشبكي اللي هو هرمي كاين اللي هو دالع بزاف في لو مارشي. دوك ما كنتش نقول راسونال تبت بجداره ان الناس عاديين قدر يخليهم ولاو دي مليونير، وعلاش لا في العالم ولاو دي بليونير بهذا السيستم غنتعرفوا عليه اليوم ان شاء الله. دوك من اكثر الرواد ديال هذا النوع ديال الشركات اللي كيديروا التسويق العلاقاتي هو فوغيفر ليفين. فوغيفر ليفين انها شركه كبيره تبارك الله، كتقول لك فوالا انا غندير شي كامل الكتابه، غدير في الاول داك ستوك والاجراءات الاداريه ولا بروديكسيون والاشهار والليفريزون، داكشي كامل اللي انت كنتي باغي ديرو في مشروع التقليدي كنتي باغي دير، انا غنوفر لك كلشي، انت غتولي بارتنر معايا وغنتقاسم معاك الارباح الا درتي هاد الامور اللي غادي نقول لك. شنو الامور اللي هي كتمتاز بها شركه فوغادا؟ اول حاجه فوغادا كتوفر لنا لو برودوي، يعني لا برودكسيون عندها مجهده، شركه كبيره تبارك الله امريكيه، عندها دي برودوي دو بون كاليتي. شنو المارشي ديالها؟ المارشي اللي ما كيموتش كيتستعمل العام كله، اللي هو المارشي ديال لو بيانيتر وديال الكوزميتيك. يعني كلشي كيتهلا في راسو دونتيفريز، كلشي كيجي شي مشكل في الصحه كيبغي دي كومبل المونتير يطلع المناعه، كلشي كيدير الشامبوان كيدير ستيك. دونك هذا لو برودوي هذا كيتباع العام كله، ربيع وصيف وشتا. دونك فوق هذا كاش انفيستي دي غون مونطو باش درنا دي برودوي دو جوده عاليه. حاجه اخرى كتوفر لنا ادوات والتكوينات، لي زوتي، لي فورماسيون اونلاين، لي فيديو، لي زافيش، لي دوكيمون، اي حاجه تحتاجها باش تخدم في هذه مع الشركه هي كتوفرها لك، وكذاك المناجر اللي كيأطرك كيوفرها لك. حاجه اخرى سيستيم ديال لوجيستيك ولا ليفريزون، يعني من ناحيه الخدمات اللوجيستيكيه التوصيل حتى للدار ديالك ادوميسيل، يعني كتغطي فوغافر ماروك من طنجه حتى للقويره فين ما كنتي، ملي كتوصل بلو برودوي من لو سياج ديالها اللي في الصوره اللي كاين في الرباط. حاجه اخرى هو انت غير موطا تحسب شنو دخلت هكا لو شيفر اللي درت شحال درت في الشهر في العام، فوغافا كتكلف لك بلو سيرفيس كونتابيليتي، وكذلك كتعطيك واحد النظام كيسمى نظام العلاوات ونظام التحفيزات ولا بون دو ريمونيغاسيون اللي كيخليك انك تخدم لو شيفر دافير ديالك مع الشركه، وكتولي كتحصل على واحد المداخيل اللي هي كبيره بزاف. دونك مزيان هادشي زوين، هادشي كامل غنستافد منه، ولكن شنو مطلوب من الناس حاسه؟ شنو خصني ندير انايا مع فوغافر باش انني غنستافد من هادشي كامل؟ دونك حنا مع فوغافر مطلوب منا ثلاث الحوايج. كتقول لك الشركه في التسويق الشبكي والتسويق العلاقاتي، اول حاجه شنو هي؟ انت ديجا في دارك ولا في حياتك اليوميه انت راه كدير التسويق العلاقاتي، كديرو غير كديرو فابور، بارفوا كتستعمل دي برودوي في الدار، بارفوا كدير شي بلاصه زوينه كتصور وكدير واحد الفيديو ولا فوتو سيغ انترنيت وكتكتب لوكاليزاسيون، ولا بارفوا مع صحابك كتبارطاجي واحد البارفان ولا واحد دونتيفريز ولا واحد ولا بارفوا شي فام دي كريم كتستعمل كتبارطاجي مع صحاباتها، وكاين شي كيشريهم مع ديك المحل. واش عمر شي واحد جا عندك قال لك فلان راه بسببك انت جاو بزاف الناس تشريو هذا البرودوي من عندنا، دونك هاك واحد لا كوميسيون راك بسببك انت، واحد 100,000 2000 واحد دار واحد الشيفر دافير عندنا مشتريات، راك انت عندك واحد 10 درهم ولا 20 درهم جاتك هذا الشهر هذا، ما كايناش. دونك انت كدير اشهار فابور وكتنجح ناس وكتخلي تكون اكثر غنى. دونك فوغا شنو قالت لك؟ حيد داك البرودوي اللي عندك في الدار واستعمل لي برودوي دو فوغيفر ليفين بروداكس اللي هما الكوليجيان، كوسميتيك، كومبليمون اليمونتير، برودوي سبور، ارتيكيلاسيون، وغوكوموندو مع لونتوراج ديالك. هنا غتولي عندك واحد الارباح اللي هي كتبدا من 30% كتوصل حتى 48% على هاد لي برودوي اللي كتسوق مع لونتوراج ديالك. الحاجه الثانيه كتقول لك شوف تقاسم المنتوج، تقاسمو على الناس اللي كتعرف، بيان سيغ ماشي انت بوحدك اللي عاجبك المنتوج، مي كاين في لونتوراج ديالك ناس كيقلبوا على الجوده، كيقلبوا على عندهم مشاكل وكيقلبوا على حلول. انت شنو غتبيع لهم؟ ماشي البرودوي، غتقاسم معاهم لا سوليسيون، الحل اللي لقيتي من بعد ما استعملتي البرودوي، هكا غتقاس انك دير لا ريكومونداسيون ماشي لا فون. ولا ريكومونداسيون احصائيات علميه ان 80% ديال البرودوي اللي كيتباعوا في السوق ولا لي شيفر دافير اللي كيحققوا الشركات في المغرب كمغرب كبلد ديال الدراسه، 80% كتتم فقط على طريق البوشة وغاي، اما اشهارات التلفازه ولا البانو هذوك غير اضافيين. دونك حنا كنديروا واحد الشيفر دافير كبير للشركات، دابا غنديروا مع فوغافر وغندخلوا فلوس اللي هي كبيره بزاف. حاجه اخرى غدير مع فوغافر هو تقسم المشروع، كيف ما انت ولتي بارتنير ولات عندك لا فرونشيز مع فوغافر وليتي مقاول عندك الحق اسيدي حتى انت تلقى ناس بحالك كيقلبوا على مداخل،
يقول لهم فوالا اجوا حتى انتم تنضموا لهذه الشركه هذه، وراه يولي عندكم مداخل مع الشركه. هنا غتكون وليتي كدير ما يسمى لو ماركتينغ ريلاسيونيل، ولا انشاء واحد لو ريزو ديال دي بيرسون اللي تيكتهلاو في راسهم كيسوقوا المنتوج وكيتسوقوا تما البروجي مع لونتوراج ديالهم. هذا الشيء المطلوب. هاد ثلاث الحوايج غيخليوك انك مع فوغافا تولي ترقى واحد السلم ديال العلاوات، اللي هو ماشي غير سميات ولا دي كراد، مي هو عباره عن مداخل ماديه كبيره ومهمه. وخليكم معايا مركزين بزاف باش تعرفوا كل كراد شحال كان ممكن ندخلوا فيه. دونك كاين كلين بريفيليجي، انيماتور جوان، انيماتور، ماناجر جوان، ماناجر، اي من بعد كيولي عندك واحد المداخل على الليدرشيب على القياده اللي غنتعرفوا عليهم ان شاء الله. دونك كيف مشوا تحت كل كراد كاين واحد الارقام، ماشي بالضروره تعرفوهم وتفهموهم من الاول. الاول فهم انك كيفاش غتبدا وفين غتوصل، داك جوج سي سي، 25 سي سي الى اخره، هادو النقط اللي عندهم علاقه بالشيفر دافير اللي كتولي دير مع الشركه. ما نعرفوش شنو هو الشيفر دافير. فوغ اغلبيه كان في 160 دوله، كان في العالم كله. دوك لا مثلا السي عبد الرحيم فوغ في المغرب، هو في المغرب ولكن معاه كيعرف شي ناس فوغ في امريكا، واحد سيت في الامارات. كنا كنبيعوا نفس البرودوي وكنستعملوا نفس البرودوي، من العمله كتختلف. داك فوغ باش توحد العمله ديالها وتفهم باللي الشيفر دافير اللي دار عبد الرحيم راه بحال اللي دار جون في ميريكان، باش كيحسبوها ماشي بالفلوس، بالديك لو كوموند اللي كدير في السيستم اللي كتلعب في السيد في السيستم ديالك انت مع الشركه، كتسمى لي سي سي، الكيس كريديت، البوان كيس، ولا بالعربيه نقاط الصرف. مثلا انايا بديت مع فوغ تسجلت واحد لا كوموند، واحد الفيديو صفر خديت ديال الويفيرا عاوني بوغ الجهاز هادمي بوغ المناعه، خلى لي ارباح في جيبي ولا تخفيض الى استعملته انا شخصيا، وفي السيستم خلى لي 0.1 ديال النقاط، فانا جبت واحد الحصه ديال النقاط. فيتامين سي بوغ المناعه بوغ الانرجي خلى لي واحد 0.70 سي سي. هاد السوبر جرينز واحد الخليط ديال الفيتامين لي مينورو زون سي اوكسيدون، فيه لي فروي، فيه ليجيم، فيه طحلب سبيرولينا، خلى لي في النقاط في السيستم اللي انا مع فوغافر فيه 0.54. درت ان ديتوكس باش نقص شويه ديال البوا، واحد 4 كيلو 5 كيلو في نهار جوغ، نقص ديتوكسين الى اخره. خلى لي هذا الباك مثلا سوقته ربحت فيه 500 درهم، وفي السيستم خلى لي واحد 0.523 سي سي. واحد الويفيرا جيلي البشره ديالي، الشعر كيطيح ليا، الحراق ديال الشمس، الوليدات الصغار بارفو الناموس يقرصهم، الحراق جوح، خلى لي واحد 0.060 سي سي. واحد دونتي فخيز غسل بيه سنيناتي، ما فيش فلورايد، فيه البروبوليس، لالوي فيغا، النعناع طبيعي 100%، نستعملو صغير وكبير، طليت في راسي ولا سوقته وبحت فيه وخليه في السيستم واحد 0.031 سي سي. معقم اليدين لالوي فيغا، عصارة ديال الليمون، وكذلك نسبة 70% ديال الكحول، لي فغيمون معقم خارق، خلاك واحد 0.053 سي سي. واحد الصابون ديال العائله ديالك معقم ومنه مرطب اليدين، خلى لك ارباح اللي بعتي ولا استعملتيه بتخفيض ديال الشركه، وكذلك في السيستم خلوك واحد 0.061. بس هاد لا كوموند هادي درتها انايا هاد السيمانه، خلات لي في النظام نقطه فاصله 0.53 سي سي. دوك هاد النقطه هادي على من بعد غتحول لي مداخل مادي ارباح اللي غنتعرفوا عليها ان شاء الله في الشروحات اللي جايه. دوك هكا كنجمعوا النقاط مع فوغافر اللي كيعاونوا نبداو نطلعوا في الروتب. دونك واش هاد النقاط كنجمعهم غير بلي كوموند، واش خصني انا نولي بيع وشري مع فوغافا، واش خصني نبيع بزاف د البرودوي؟ نو با دي تو. فوغافا عند ان سيستيم كيتسمى الماركتين غولاسيون، ماشي لا فونت فقط. فهاديك لا فونت اللي قلنا قبيله غير واحد واحد نقول واحد خصله ولا واحد بارتي من لو سيستيم ديال فوغافا اللي هو لا فونت. مي عندك حاجه اخرى، هو الغوكريتمون، هو الباريناج، الاحتضان. كل ما كتقاسم مشروع مع ناس في حالك حتى هما يولوا في هذا السيستم ديال فور ايفر ليفين، اما بوغ لا كونسوماسيون ولا باش يديروا لا فونت حتى هما يربحوا، ولا يتقاسم المشروع مع لونتوراج ديالهم ويعاونوهم انهم يطوروا ماديا ومعنويا. هنا كيولي عاوتاني تجمع هاد لي سي سي في السيستم وتولوا باكثر فقط من لا فونت. حاجه اخرى، الى عاونت دوك الناس اللي معاك حتى هما ولاو كيستهلكوا المنتوج اكثر وكيسوقوا المنتوج وكيربحوا فلوس وكيتقاسموا المشروع مع ناس اخرين، وكبرات ديك الشبكه، هذوك النقاط كيبقاو كبروا عاوتاني كيتزادوا. فهنا كتولي لو شيف دافير ديالك اللي كتعبر عن فوغا دافير بلي سي سي كيبقى كيطلع كيطلع، وكيولي عندك مداخل اضافيه من غير المداخل اللي كتحققها عن طريق البيع. داكور، دوك شنو هما المداخل السي حسن؟
فوق هذا عند استاد المداخل، كاين المدخول الاول هو البيع المباشر اللي قلنا قبيله، المدخول الثاني هو غير مباشر هو تقاسم المشروع مع ناس في حالك باش هما يحققوا مداخل، المشروع الثالث هو القياده تكون الليدر، الناس ماشي غير يدخلوا فوق هذا، ما يدخلوا وينجحوا ويحققوا اهداف ديالهم، عندك مداخل اضافيه كتسمى الليدرشيب. عاد زائد التحفيزات، اول تحفيز فورورد درايف برنامج تمويل السياره، دو فواياج في العام وجهات سياحيه عالميه بوغ دو بيرسون مدفوعه التكاليف، واحد لو شيك تولي عندك ممكن تولي قائد مع الشركه، واحد البريم ديال العام ولا لو شيك ديال العام اللي كيخليك انك تنجح الماكسيموم ديال الناس في المجموعه ديالك، هكا غتولي عندك مداخل مهمه. دونك نبداو بالمدخول الاول اللي هو المدخول المباشر. حنا في كل رتبه مع فوق هذا كتلقاو عندك واحد المدخول كيبدا واحد النسبه، تصور انت يلاه بادي مع الشركه يلاه تسجلتي من الاول فوق هذاك كتلقى واحد التخفيض على المنتوج اللي كيبدا من 30%، 30% التخفيض اللي هو فريمون كبير بزاف. جمعتي واحد 25 نقطه صرف من داك اللي قلنا قبيله بالبيع والناس اللي كيبداو معاك واللي كومون اللي كيديروا الفريق ديالك، كتطلع كتولي انيماتور مشرف. مشرف كيولي عندك التخفيض على المنتوج ولا الرفع على المنتوج كيولي 38% 38%، كتطلع ماناجر كتولي عندك 43%، كتطلع مناجر مع الشركه كتولي عندك 48%. حتى كل ما نتايا كيكون معروف عندك هذوك النقاط اللي كدير مع الريزو اللي كتكريي، كل ما كتطلع في الرتبه كل ما كيطلع لك داك الديسكاونت ولا الرميز ولا التخفيض على المنتوجات اللي كتسوقها بشكل مباشر مع لونتوراج ديالك، كتوصل حتى 48%. دابا تصوروا الشركه كتقسم معاك الربح علينا بالنص، واخا هي اللي كتانفيستي، هي اللي عندها اللوكال مصاريف، انت ما عندك لا شارج لا والو. دونك المدخول الاول شفناه، المدخول الثاني شنو هو؟ كيتسمى ليغا انديريكت، غير مباشر. شنو هو المدخول المباشر؟ هو تقاسم المشروع مع الناس اللي كتعرف، كتعرفوا ناس كتشكاو تقول لك واصلك عرفتي راه مزيره شويه الوقت، عرفتي راه الصاله ما كيقدنيش. قبل كتقول لي الله يسهل الامور، دابا كتقول لي كاين الحل، هذا المشروع مزيان. اذا تقاسمت مع هذا البروجي هو غير ربح، داك المدخول الاول اللي قلنا كيبدا من 30%، وانت فوق هذا غاتعطيك واحد الربح ثاني كيتسمى بونيس دو ريكروتمون ولا باغيناج، كيبدا من 25% وكيوصل الى واحد الرقم اللي هو كبير بزاف. دونك اذا كنت انيماتور جوان وكتسوق على الاقل واحد جوج ديال السي سي في الشهر، وكتقاسم في المشروع مع بين واحد حتى جوج الناس في الشهر، هنا يمكن لك تضمن واحد المدخول كيبدا من 2000 حتى 4000 درهم، مدخول اللي هو فريمون كنعرف 4000 درهم راه خصك تكون في وظيفه جو بونس سلم تسعود ولا هذا باش تحقق هذا المدخول 4000 درهم، وخصك تكون خدام بلان طون من الصباح حتى العشيه باش تدخل المدخول هذا. حاجه اخرى، الى عاونتي واحد 3 حتى 4 بيرسون معاك في المجموعه حتى همايا ولاو كيحققوا داك المدخول بال 2000 حتى 4000 درهم، وجمعتي بهذه الطريقه هذه 25 نقطه صرف انت والمجموعه ديالك، كتولي انيماتور، يعني كيتزاد لك واحد الدخل غير مباشر كيبدا من 3% كيوصل حتى 33% على المجموعه ديالك. هنا كنقولوا انيماتور واحد لا بيرسون اللي ولا عنده واحد المدخول شهري كيبدا من 4000 حتى 7000 درهم مدخول غير مباشر على المجموعه ديالو. وكاين تبارك الله ناس معانا في حاضرين معنا اليوم اللي قدروا انهم يحققوا هذه الرتبه هذه ويحققوا هذه المداخيل في لو طون بارسيال ديالهم اون باغال مع خدمتهم. وهنا غنرحبوا بواحد السيد معنا من الشمال، سياسين مقيال، يتقاسم معنا التجربه ديالو كيفاش دار لو غاد انيماتور اهداف لحقها ولا فيزون ديالو ان شاء الله واحد جوج دقائق. تفكر تفضل سياسين. تبارك الله عليك سي حسن، السلام عليكم، تحياتي للقدر الكرام ومشكور، يعني فريمون استفدنا في هذا العرض ودائما كنستافدوا الحمد لله، يعني طاقه تبارك الله ايجابيه، وهذه هي الحاجه اللي سارتني في البدايات ديالي. فاكيد معكم ياسين مقيال من مدينه تطوان، بطل رياضي سابق، اشتغلت كمسؤول اداري في قطاع خاص، والحمد لله تعرفت على فوغافاغ بالتوازي مع جوج ديال الخدمات، وديجا يعني كنمارس التدريب الرياضي وفي نفس الوقت كنت مسؤول اداري، وفي نفس الوقت كنت مقاول مع فوغافاغ. فالبدايات ديالي كانت الحمد لله يعني مع واحد التجربه قويه ديال الام ديالي، هذيك هي اللي خلاتني انني نزيد نثق في المنتوج اكثر، كيف ما يعني تكلم سي حسن على القوه يعني والليفيكاسيتي ديال المنتوج، عطاتني واحد لينيرجي انني نزيد نتعرف على هذا المنتوج اكثر ونزيد نتعرف على هذا المشروع. فاكيد حضرت بريزونطاسيون بحال اللي كتحضروا لنتوما،
وهنا الحمد لله كنكتشف بان كاين ما يندار مع فوغيفاغ. فهنا اول حاجه صارت انتباه ديالي هو مختلف الشرائح، قلت بوكوا با، علاش ممكن الناس ناجحين مختلف الشرائح، بوكوا با انا لا. فهنا الحمد لله عطيت فرصه لراسي، كانت بدايه مخيره بزاف صراحه، يعني بدايه رائعه. فانا الحمد لله من حليت المشاكل الصحيه وزيد تعلمت انني نتهلا في راسي، كنشوف الحياه ديالي كتغير صحيه، والحياه ديالي يعني النفسيه، وحتى الحياه ديالي الماديه. فالحمد لله هنا ما كسفيتش انني نخلي هذا الخير عندي، زيد قسمت حتى الفرصه ديال المشروع مع ناس طموحين موتيفي، عندهم حتى هما اهداف، عندهم طموحات. فاكيد هنا اي واحد كيدير كومباريزون كيف ما درت انا بين العمل ديالي في القطاع الخاص وبين فوغيفر، فكنلقى هنا انا هو لو باترون ديال راسي، كنلقى هنا انا هو اللي كنتحكم يعني فين باغي نوصل، وكنلقى هنا بالنجاح ديال الفريق ديالي غادي ننجح انا. فالحمد لله طورت معايا واحد الفريق، عاونتهم حتى هما يوصلوا يعني لديك الاهداف ديالهم، يعني اللي هي يعني بدائيه، بحالاش بحال انه يتهلا في راسو بالمنتوج، انه يروكوموندي البرودوي، انه يدخل واحد المداخل اضافيه. فهنا لقيت راسي الحمد لله تسلقت السلم ديال العلاوات، ومازال ان شاء الله هذه غير البدايه، مازال ان شاء الله لي غراد سوبيريور بوكو با ديامون ان شاء الله سي حسن، ونكونوا في القمه ان شاء الله. فاكيد اي واحد كنصيحه، اي واحد اللي باغي انه يبدا في هذا المشروع يتهلا في راسو بالمنتوج، يزيد يعطي فرصه يعني للناس اللي عندها لو بيزوان في هذا المنتوج، ويزيد يعطي فرصه للناس اللي عندها الغرض في هذا المشروع. وكل ما طورتيهم وصهرتي على التكوين ديالهم، كل ما النجاح ديالك كيكون قريب بزاف. اذا هذه تجربتي باختصار، وشكرا جزيلا سي حسن، وتحياتي للقادة الكرام. شكرا سي ياسين، تبارك الله عليك، قائد وافتخر بك، وكنعتز بالشراكه معك سي ياسين. سي فغي البروجي ديالنا سامبل، يعني كونسومي لو برودوي، تهلا في راسك، بارطاجي لو برودوي مع الناس اللي كتعرف محتاج لهاد لي برودوي، وبارطاجي المشروع مع ناس بحالك اللي حتى هما باغيين يعاونوا في الماديا. وانت هذا البروجي تري سامبل صراحه، انا عجبني انا النظام والله، الا باش نسمح في الوظيفه ديالو نديميسيوني من التعليم ونقف وغادر، عجباتنا نخدم بيني بينكم انا بعدا عجباتني، ما عرفتش واش عجبتكم ولا لا، المهم لكم القرار. داكو دوك غندوزو للرتبه المواليه، وليت انيماتور بحال السياسيين تبارك الله، غوفوني كيبدا من 4600 درهم بيان سيغ. في المجموعه عندك حتى 4 الناس 5 الناس في المجموعه ديالك، تما عندهم اهداف، عندهم طموحات، عندهم احلام، دخلوا في غابه تما باش ينجحوا، شنو غدير؟ خدم معاهم، علمهم كيفاش تما يطوروا المجموعه ديالهم، وتما يديروا لك 25 نقطه 25 نقطه صرف مع المجموعه ديالهم باش تما ارتقي ومشيرين بحالك. سيستم غانيو غانيو، نجح ما غتنجح انت. بهذه الطريقه غتلقاك انت جمعتي 75 نقطه صرف مده شهرين، وغطلع لو غاد ماناجر اجوان. لو غاد ماناجر اجوان من غير داك المدخول اللي قلنا المباشر ديال 43%، واللي عندك مداخيل غير مباشره 3 ديال لي غوفوني، كيبدا من 5% وكيطلع حتى 38% على المجموعه اللي انت كتاثرها. وهنا كنولوا نهضروا واحد الغوفوني شهري اللي كيبدا من 7000 درهم وكيوصل حتى ل 15000 درهم، بشرط تكون مقاول نشيط، حتى انت تبارك الله كتحرك، كتكونسومي، كدير دي كوموند، تاثر المجموعه ديالك. فهنا غوفوني، انا كنتفكر 15000 درهم بوغ موا مدخول شهري، فهنا كنهضر على وقال باك بلس 5، ولا كنهضر على شي وظيفه اللي هي خصها شويه القرايه، ماشي خصها بزاف ديال القرايه، وواحد بروجي اللي خصو ان كابيتال كبير باش تبداه، باش تولي تدخل 15000 درهم بار موا وما عندكش مصاريف ديال كرا ديال الى اخره. داكوغ، لو غراد سويفون شناهو؟ هو لو غراد ماناجر، ماناجر اللي هو كتسمى الشخص اللي هو قدر انه ينجح، ولكن ينجح معاه دي جون في المجموعه ديالهم حتى ما ولاو تبارك الله عندهم مداخل مهمه. فالغاد ماناجر الى عاونتي واحد دو بيرسون ولاو انيماتور مثلا، واحد واحد ولا ماناجر اجو معاك، هنا غتلقى تكون انت ماناجر. شنو ماناجر؟ من غير مدخول مباشر اللي هو 48%، كيولي عندك مدخول غير مباشر كيبدا من 5% حتى 43%. تصور غيفوني هكا عندك مع لو ريزو بحال هكا، فغيمون مداخليه زوينه. ان ماناجر كيضمن واحد المدخول كيبدا من 15000 درهم ويقدر يديباسي 25000 درهم شهريا. كاين الناس داروها في 6 mois، كاين اللي داروها في عام، كاين اللي في عامين، المده اللي هي فريمون قياسيه. حنا كنعرفوا باش دير 25000 درهم شهريا راه خصك وقيلا شي خدمه اللي درت في 30 عام، ولا خصك شي ديبلوم يكون من شي جامعه دوليه، ولا شي جامعه اللي تكون شي ديبلوم يكون سيبيريور. معنا واحد السيد تبارك الله انا كنفتخر به،
اللي هو ناجح في خدمته الاولى تبارك الله، يعني فريمون كان ناجح في خدمه عنده زوينه ان بون بوست، ومع فوغافيغ ليفين قدر انه يحقق له غاد ماناجر ويحقق مقامه داخليه كبيره بزاف. ما غنهضرش عليه، غنخلوه هذا على راسو. نسمعوا السي عبد الرحيم اجبير من الدار البيضاء. بارك الله عليك سي حسان، الله يعطيك الصحة على هذا الشرح المبسط السادس. أفكار تبارك الله عليك يعني مبسطة، وكنظن يعني الناس اللي حضروا معنا اليوم غيكونوا أكيد فهموا يعني سلم النجاح ديالنا اللي فريمون الحوايج اللي خلاوني كانت هو صراحة هو السبب الرئيسي ديالي أنني ناخذ القرار والتحقق هذا. دونك جيت سعيد يعني بحضور ديالي، مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بالمقاولين معنا اليوم. دونك معكم عبد الرحيم اجدير، خريج مدرسه سعوديه للمهندسين، عندي عده شوائب يعني عندي دي ماستر في عده بليزيوغ دومين، عندي 18 سنه تجربه في عده مجالات في القطاع العام القطاع الخاص. دونك فوريفر يعني تعرفت عليها في اواخر ديال 2016، كنت هذيك الوقيته ريسبونسابل لوجيستيك اشا غران بروجي، كانت عندي ان بون سالير، هذاك لو بون سالير اللي كان كيخليني نفيق مع الست صباح ونمشي كنجري باش نمشي عند لو باترون ديالي. كنت كان ايشونجي لو طون ديالي كونتر لارجون، مزيان كنا كنبغيو نخدمو، كنا كنبغيو نديرو شي حاجه راسنا، مي كنت كنخدم لي زوبجيكتيف ديال اينو بيرفور ماشي لي زوبجيكتيف ديالي. كان عندي بزاف ديال لي كونترانت، ما كانش ليفولوسيون كلير عندي في هذيك لا سوسيتي. اوغوزمون بور موا ما كانش كلير، باسكو كنت يعني ما عارفش راسي من هنا 5 سنين ولا من 10 سنين اش غنولي، واش غنولي ديريكتور، واش شنو هو لو سالير ديالي اللي غيكون، واش غادي بريمو غناخذ لا روتريت ديالي مع هاد لا سوسيتي بعد لو باترون. دونك هاد لي كونترانت بهاد الاسئله ما كانوش اجوبه عليهم. مي لي فريمون خلاني نبدا نقلب على هاد السؤال الاخرى، هي كنت واحد الانسان اللي لا كان الناس بحالي، كنت واحد الانسان اللي كي مسؤول يعني كيعطي لو بوست ديالو واحد الاهميه بزاف، كيعطيه واحد لا ريسبونسابيلتي يعني ندير داك لو بوست ديال ريسبونسابيلتي. دونك هاد لو جون كيخدم بزاف كيعطي بزاف كتدي معايا الخدمه ديال الدار. دونك كونت بارتي كتسنى واحد ليكيفالون هو يعني لوغمونطاسيون، دونك كنت ندوموندي واحد لوغمونطاسيون، كنتسنى واحد لوغمونطاسيون ديال 4000 درهم ولا 5000، هذيك فاش جات لي لوغمونطاسيون كيعطيوني 500 درهم. دونك ايماجين واحد عنده 18 عام وعامر دي ديبلوم كيعطيوني واحد لوغمونطاسيون ديال 500 درهم، هنا عبد الرحيم غيفيق، هنا غيتصرفق على السي عبد الرحيم، غيقول فين غادي، ثاني ما غنبقى غادي في هذا الشيء. دونك اش غيدير سي عبد الرحيم؟ عنده جوج حوايج، اما يديميسيوني اما انه يتادابط ويكمل. دونك هنا فين تعرضت عليا فوريفر، ما عندي حتى فكره على الوزيره، ما عندي حتى فكره على لي برودوي. دونك وفاش شرحوا لي الدبلوم ماركتين، دونك لو باران ديال التخيل سي انا الراده، دونك هنا بان لي لو كونتر ديال لو سيستم تراديسيونيل اللي كنت فيه، واخا كان عندي سالير مزيان وهذا، ولكن بان لي لا جوستيس العدل، يعني تو ديبون با لو باترون ديالك ولا تو ديبون با الديريكتور ديالك حتى تكون معاه زوين وتملق ليه ولا هذا باش يعاونك تاع لو غاد. ما كاينش باك صاحبي، بزاف الحوايج وكاينه ليفولوسيون كلير باين، يعني انت اللي كتحكم فيها. انا بغيت نقول لي ديريكتور يعني ديريكتور يا ماناجر، انا اللي كنتحكم فيها ماشي السوبيريور ديالي. دونك هنا عجبني الحال، دخلت خديت قرار، بديت دونك كمبتدئ كما شرح سي حسن تحت الوفاء، حيت راسيا دي برودوي كنكونسومو كنبارطاجيو مع لونتوراج ديالي، شكون هاد لونتوراج؟ صحابي، العائله، لي كوليك ديالي، ليكس كوليك. لقيت راسي كندير واحد المدخول بين 2000 درهم حتى 4000 درهم. دونك السي عبد الرحيم ملي كان كيقلب على الزياده ديال 4000 درهم ولا 5000 لقاها مع فوريفر، عجبني الحال، عندي سالير مزيانو وعندي واحد الزياده، ايماجين واحد 2000 درهم ولا 4000 راه كتخلص بها لي زيكول، لي زيكول ديال ولادك، كتخلص بها البوطو، كتخلص بها الانترنت، راه فريمون كتسولاجي. هنا عجبني الحال. دونك من بعد كان واحد لو طرافاي كان خاصني نخدم على راسي، سيرتو ان كنت يعني جيت من بيئه ديال لو سالاريا، دونك بيئه ديال سالاريا واحد 80% كتكون عندنا افكار سلبيه، كيكون واحد الكبرياء زائف. دونك كان خاصني نخدم على راسي شويه، يعني خدمت شويه على الذات ديالو البيرسونيل. دونك هكذا تمكنت من بعد نكون واحد الفريق، وعاونت الناس يعني هذا الفريق اللي كان معايا عاونتهم حتى هما وصلوا لمرات اخرى، حتى لقيت راسي يعني ماناجر واحد المده زمنيه ديال عام و3 شهور. دونك ايماجين واحد لو غراد ديال ماناجر في عام و3 شهور،
كتلقى راسك المدخول ديالك اونت 15 ميت حتى 25 ديرها بلوس لو سالير ديالك. راه فريمون فريمون واحد كتقول فريمون ايماجين يعني بوغ كيما قال سي حسن بو افواغ هاد لو سالير ولا لو روفوني ديال 15 حتى 25 ديرها ما خاصكش تجيب واحد عرام ديال ديبلوم خاصك واحد 10 سنين ديال ديكسبيريون. دونك هنا عجبني الحال ولكن كان ديما كتراودني كان واحد الفكره اللي انا نهار خديت القرار ان نبدا مع فوريفر ماشي خديت القرار باش يكون عندي مدخول اضافي مش فوريفر. قلت نهار الاول في القرار قلت هذه هي لافوريسيون ديالي وهي اللي غنكمل فيها يعني الكارير ديالي. دونك بقى هذيك المخاض يعني الذهني امتى غنكيت السالير امتى غنكيت الباتون. بقى الحمد لله حتى وصلت 2019 كانت واحد لا ديسيزيون انني نسمح يعني في السالاريو ونبقى كو فوريفر يعني اكتيفيتي برانسيبال. الحمد لله دات 2020 2021 دونك لاكتيفيتي ديالي برانسيبال دابا هي فوريفر. سمحت في مي ديبلوم سمحت ما كارير في كو فوريفر. دونك الحمد لله باقي يعني ديسبوار باقي يعني الطموح باقي ان شاء الله غنعاونوا الكثير من الفريق ديالنا والناس اللي جايين ان شاء الله حتى هما يبداو دي ماناجر ونسبقوا مراتب. دونك فوالا هذا هو عبد الرحيم بعجاله وشكرا لكم. تبارك الله سي عبد الرحيم تبارك الله سي عبد الرحيم واحد الباركور زوين تبارك الله باركور بروفيسيونال اكوتي ابار فورافار وحتى الباركور مع فورافار كقائد تبارك الله. دونك سي عبد الرحيم هو كمناجر حاليا مي تبارك الله عليه من طلع مناجر ما وقفش عنه صافي هو المناجر صافي حيت حنا فوغيفر النظام ديالنا هو نظام ديال وين وين عاون ناس اخرين انهم ينجحوا حتى هما يحققوا لهاد المناجر. بيان سير فوغيفر كتقول لك فوالا فضلك انت ولا عندنا واحد المناجر واحد اخر في مع فوغيفر دونك عندك واحد الاضافه اللي هي تكون زايده كتسمى الليدرشيب. دونك سي عبد الرحيم تبارك الله قدر يعاون واحد من الناس اللي نعرف المجموعه هو السي ياسين الرشيدي حتى هو ولا مناجر في المجموعه ديالو. دونك السيد اللي الفوق هذا هو السي عبد الرحيم بن ديدرات هو ما دارش ديدرات داكوغ عاون واحد السيد معاه في المجموعه ولا مناجر فهاد العمليه هذه انه عاون السيد مناجر شنو ولا عنده ولا عنده ان غوفيني اللي هو زايد. دونك السي عبد الرحيم دابا حاليا راه ولا مناجر ليدر داكوغ حيت واحد المناجر ولا معاه في المجموعه. دونك كنت لو مناجر هذا كان عنده واحد المدخول واحد 6% من عند الشركه لو شيف دافير اللي كيدير داك المناجر. داك السيد ولا السيده حتى هي عاونت شخص واحد اخر معاها ولا مناجر اللي هو الجيل الثاني ديال السي عبد الرحيم حتى هو عندك مع واحد الغوفري ديال 3% من الشيف دافير. داك السيد حتى هو عاون واحد السيده واحده اخرى ولا مناجر اللي هو دابا الجيل الثالث ديال السي عبد الرحيم حتى هو عندك مع الغوفري ديال 2%. دونك 6-3-2 11% عندك ان ريزون فحال هكا ديال دي جون اللي هما كيحققوا بين 10,000 درهم في الشهر اوتوماتيكمون غيولي عندك ان ريفوني كي اللي هو تقريبا 25,000 درهم شهريا من غير مداخل اخرى شفنا قبيله على المجموعات الاخرين. حنا كنسمعوا مناجر اذا كنسمعوا مداخل ديال 20,000 30,000 40,000 ارقام هي خياليه نفهموها شويه بالارقام. انت مناجر عاونت جوج الناس ولا مناجر ديريكت ليك دوك وليتي مناجر سينيور عندك مدخول كيبدا من 35,000 درهم حتى 50,000 درهم. عاونتي واحد 5 بيرسون ولاو دي مناجر ديريكت ليك كتولي مناجر ايسور عندك مدخول تقريبا كيوصل حتى ل 120,000 درهم شهريا. عاونتي تسعود ولاو دي مناجر ولاو دي صافير مدخول من 120,000 درهم حتى 240,000 درهم حتى 24 مليون شهريا في المغرب تبارك الله كاين لي جون اللي حققوا هاد الكاد صافير. عاونتي 17 مناجر ولاو حتى هما ناجحين ولاتي صافير ديامون مدخول شهري ما بين 250,000 درهم حتى 400,000 درهم. واو ارقام فريمو انا كتموتيفيني صراحه الارقام هذه حتى عندها علاقه بالنجاح ديال الناس. عاون الناس ينجحوا ديال المناجر غتحققها ما فيها زعما شي حاجه اللي هي خارقه للعاده. عاون 25 مناجر غتولي ديامون ان ريفوني مونسييل ما بين 400,000 درهم حتى 700,000 درهم. واو دوبل ديامو عاون 50 مناجر دير كليك. واش كتعرفوا شي 50 واحد اللي باغي يكون مناجر 50 على 50 احوما عندك راه 100 واحد على كل راه عندك شي 100 واحد 50 ولا تولي دوبل ديامو مدخول بين 70,000 درهم حتى 150 مليون في الشهر. عاون 75 مناجر ديال كليك تولي تريبل ديامو بين 150 حتى 400 مليون في الشهر. عاون 100 واحد
100 واحد مغرب 40 مليون نسمه، 100 واحد ولاو دي ماناجر، قلت السنتيريون ماناجر مدخول بين 800 حتى المليار 200 مليون في الشهر، ارقام فريمون اللي هي كبيره بزاف. في المغرب يلا وصلنا الصفيخ لغاد الثالث، مي جاي ان شاء الله الصفيخ ديالو وجاي لغاد اخرين بيان سيغ. ولافونتاج النظام ديالنا ماشي هرمي، قدر ممكن تبدا انت اليوم اليوم كمانجر، وقدر غدا تفوت للناس اللي قبل منك وتولي ديامو وتكون انت اول ديامو، حيت ما كاينش الاقدميه اللي كتحكم، الخدمه هي اللي كتحكم. داكور، نزول التحفيزات فوغافر ابار ما داخل المدينه كاين دي تشارن، التحفيزات اللي عندها علاقه بالنجاح ديال المجموعه ديالك. فمثلا وليتي مانجر وبديتي ان شيفر دافير، الشهر الاول مع المجموعه ديالك 50 نقطه، الشهر الثاني 100 نقطه، الشهر الثالث 150 نقطه، عاولي عندك واحد المدخول شهري اللي هو من غير داك المدخول اللي عندك على المجموعه ديالك. درتي 75 150 225 المستوى الثاني، درتي 100 200 300 المستوى الثالث. فواش درايف شناهو؟ واحد المدخول اللي كيوصل حتى ل 100000 درهم يعني سنويا مده 3 سنين، يعني كيتقسم على 36 موا، كتمول به الصير اللي بغيتي، شوف الفواتير اللي عجباتك ومولها عن طريق لو بروغرام دو فورم دراف ديال فورا دغريف. كاين الناس بك العاديين اللي ممكن تكونوا نتوما عندكم السيارات احسن منهم، ميثقوا بيا، هاد الناس راه كانوا عاديين وانا شخصيا كنعرفهم، مي قدروا انهم يديروا السيارات اللي كيحلموا بها، وهذا من حقهم ومن الحلم ديالهم. تبارك الله من رشيديه السهيلي خد السياره ديالو، سي عبد الهادي مغربي من كذلك كان سالاري في لا غون ديسكريبسيون، انا كذلك بروف دونغلي، سي امين ويزي اي مدام سكينه متقي ك ريسبونسابل اجوان ريسبونسابل واحد السوسيتي، حتى هو قدر يدير هذا لو تشالنج مول بالسياره الثالثه. يونس كتيف ك اكس انتربرونور ك بروبريتير دو دو سوسيتي قبل، قدر يدير لو تشالنج مول بالسياره ديالو. شينا الزمهري كانت في بدايه المشوار المهني ديالها في وظيفه العموميه، قدرت تكتي للسيستم سالاريا ومولات السياره ديالها مع فوغيفر. سي حسن دادن موظف كان فريمون بي انستالي بلونجمون ديالو ان بون سالير ولا فامي، مي تبارك الله نجح في السيستم ديال فوغيفر ليفين، حتى هو قدر انه يتخلى على الوظيفه ويتفرغ هاد لونتربريز ديال فوغيفر. سي سعيد مكاك قائد كبير ديالنا تبارك الله ان مانجر سينيور، هو مدام سعاد مكاك تبارك الله كوبل كملوا بعضياتهم، ربة بيت مع فونكسيونير ديال ليتا، قدروا حققوا نجاحات مع فوغيفر ويمولوا السياره ديالهم رينج روفر، وان شاء الله مازال غنسمعوا التجربه ديال سعيد في هذا العرض ديالنا. التشالنج الثاني هو عباره عن دو فواياج تيكونوا مدفوعين التكاليف من طرف الشركه. هاد لي فواياج ماشي فقط فواياج عاديه السياحه كيف ما كنديروا، ممكن الناس حاضرين معنا يكونوا كيسافروا لهاد الدوله نهضروا عليهم، ما هاد لي فواياج فيهم واحد لي جلوبال، واحد لي غالي، لي زيفيرمون كبار كيتجمعوا فيهم الناس من 160 دوله عبر العالم اللي فيها فوغافر، وكيتلاقوا في واحد المحافل وكيتقاسموا اكثر من 20000 مقاول، واحد لينرجي، واحد لينرجي بوزيتيف، واحد لونتوزيازم، واحد الحماس اللي كتخلي انه كلشي كيرجع لبلادو وكيحاول يزيد يخدم اكثر باش يطور المجموعه ديالو. فهاد لي جلوبال وهاد لي فواياج كان في 2014 كانت في لندن، كانت في كانكون 2015، دبي في 2017، باتايا في 2018، ستوكهولم سويد 2019، ودالاس 2019. والحمد لله خدمت انني مع فوغافير نشوف اكثر من 7 ديال البلدان، كان اخرهم هو الفواياج كان ستوكهولم مع فوغافير، كانت كذلك في شهر 10 2019 في دالاس في امريكان، كان الحلم ديالي انني نمشي لدالاس ونمشي لامريكا، وكان في شهر 12 2019 في باتايا اللي كانت رفقه الشخص اللي عطانا هذه الفرصه اللي ديما تنقول له رحم بوالدي اللي هو السي امين الويزي. دونك هادو بعض الصور، بعض الشورتس، بعض اللقطات من دي فواياج اللي كنا عشناهم مع فوغيفر ليفين في بلدان مختلفه، مي كتبقى احسن فواياج هي الصوره في الوسط، الفريق ديال فوغيفر ليفين، الفريق ديالنا في المغرب، هز الراية المغربية في لو سياج في المقر الأساسي ديال فوغيفر ليفين فينيكس، رفقة لو فونداتور ريكسمون، يعني كانت واحد الصورات قديمة في الذاكرة. دونك قبل ما ندوزو لآخر تحفيز مع فوغيفر، كاين واحد الشخص اللي هنا تبارك الله حاضر في بزاف ديال الصور، حاضر سيرتو في الفوتو ديال اليو اس اي في دالاس، اللي هو السي سعيد مكاك قائد مانجر سينيور، غيتقاسم معكم واحد الباركور اللي هو غني غني بزاف و تخي انسبيرون،
دوك غنسمعوا السي سعيد مكاك يتفضل مشكورة. السلام عليكم الحضور الكريم. تبارك الله السي حسن، صراحة عرض رائع كالعادة كيف ما تعودنا عليك توجور ايغال افو ميم. تبارك الله السي حسن، فخور أنني حضرت معكم هذه الأمسية الشيقة الرائعة. إذن معكم مكاك سعيد، خريج المدرسة الغابوية للمهندسين، مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، مسيرة مهنية اللي امتدت على تقريبا 28 سنة اللي تقلت فيها العديد من مناصب المسؤولية. آخر منصب كان عندي هو منصب مدير جهوي. الحمد لله مسيرة كانت ناجحة بكل المقاييس. الإخفاق الوحيد اللي للأسف عرفته في هذا المسار ديالي هو يعني بعض المشاكل الشخصية، خاصة على المستوى الصحي، بحيث نتيجة ضغط العمل الكثير عانيت من مجموعة من الأعراض الصحية، آخرها كان معاناتي مع مشكل الوزن، بحيث أنني في نهاية ديال 2014 وصلت الأمبوا ديال 102 ديال دي كيلو، اللي تسبب لي في مجموعة من الأعراض الجانبية كذلك. الهم الوحيد أنا ذاك كان عندي هو نتخلص من هذا الوزن، لأنه دائما كنت أعتبره وزن زائد، بل أخطر من ذلك. بديت كندخل مرحلة السمنة، جربت العديد من يعني من الروسات، ولكن للأسف كانت بدون نتيجة. كنت واعي بهذه الخطورة ديال هذه المرحلة هذه، ولكن في غياب الحلول بديت كنهيئ نفسي باش نتعايش مع هذه المرحلة هذه. صدفة في بداية 2015 كنتلاقى مع واحد الشخص اللي كنعتبره شخص رائع، ما كانش عندي صراحة سابق معرفة به، اللي هو السي حسن دادن، اللي اقترح عليا الفكرة ديال المكملات الغذائية، وخاصة ان بروغرام ديال إزالة الوزن. إذا بحكم انا كينطبق عليا المثل ديال الفاقد الشيء لا يعطيه، دونك ما كان عندي ما نخسر، دونك جربت، تكلت على الله وقلت غادي نجرب هذا البرنامج هذا. إذا بديت بالبرنامج ديال ديتوكس في ظرف 9 ايام، يعني نقصت 9 ديال لي كيلو. ما تخيلش السي حسن يعني الفرحه ديالي كيفاش كانت، لانه صراحه النتيجه كنت ما كنتش تسناها، دونك الشيء اللي خلاني نزيد نتشجع ونستعمل البروغرام الاخر اللي يعني في البرنامج ديال 3 اشهر في الباقات ديالو الثلاثه. اذا في ظرف شهرين ونصف كان نقصت 28 كيلو، يعني نتيجة ما كان عندها واحد الوقع كبير على الحياة ديالي الشخصية والعائلية كذلك، بحيث أنني خلاتني زعما نكون آذان صاغية للشخص اللي عرض عليا هذه المكملات الغذائية، خاصة أنه لما كيقترح لنا راه بالموازاة مع هذه المكملات الغذائية الرائعة كاين كذلك فكرة ديال مشروع. هنا السي حسن ما غاديش نقول لك كان تردد، وإنما كان استحضار لبعض الأمور، خاصة بطبيعة العمل ديالي كان دائما عندي علاقات واحتكاك بمجال ديال المقاولة الكلاسيكية. إذا والمسألة أخرى، كنت دائما كنفكر أنا والزوجة ديالي أجلاء سعاد يعني نديروا واحد المشروع عائلي بالموازاة مع العمل ديالي، خاصة أنه مادام أجلاء سعاد ربت بيت حاليا بحكم أنها بطلة رياضية سابقة. إذا هنا ماشي ترددنا، وإن استحضرنا هاد الإكراهات هذه والمشاكل اللي كتعرفها المقاولات الكلاسيكية، ولكن بعد الشروحات اللي قدم لنا السي حسن دادن ومدام نجمة، ودائما غنبقى كنشكرهم بزاف على هاد يعني التوضيحات اللي عطاونا. إذا السر اللي خلانا نقتنعوا السي حسن هو أنه يعني فهمنا مزيان خطة الأرباح اللي تكلمتي عليها اليوم. إذا هاد الفهم ديالنا لخطة الأرباح والاستيعاب ديالها دونك خلانا ناخذ يعني العزم وندخلوا في يعني في غمار هذه التجربه هذه يعني بدون تردد. اذا هنا ما ضيعناش هذه الفرصه هذه، ولكن تقاسمنا الادوار بحكم يعني الالتزامات المهنيه اللي كانت عندي انا ذاك. اذا تقاسمنا الادوار انا والزوجه ديالي اجلاء سعاد، وهذا نداء كذلك موجه للعائلات وسيرتو لكوبل، انه ممكن يكون مشروع عائلي، ممكن يكون مشروع ديال لي كوبل. علاش؟ لانه دونك تقاسمنا الادوار. في مرحله اولى يعني سعاد اجلاز خدات بزمام الامور وكانت هي في الواجهه، دونك اكتفيت انا يعني بموقع ثانوي في لي كوليس، ولكن ماشي كنت غايب، كنت دائما كنحاضر، كنت كان دائما السند والدعم لاجلاز سعاد والفريق ديالنا كذلك. اذا بدينا بطريقه العمل اللي شرح فقط السي حسن خلال هذا العرض هذا، دونك لقينا راسنا انه كنكونوا فريق، كنوسعوا فريق. إذا ومع مرور الوقت حصلنا على لو غراد ماناجر
الحمد لله يعني حققنا تحديات أخرى، منها خطة تمويل السيارة من الدرجة الأولى، حققنا كذلك لوغراد إيجل ماناجر. الإيجابي في هذا لوغراد هو أنه كنزيدوا نتأكدوا أنه إحنا في منظومة عمل يعني عادلة بكل المقاييس، منظومة رابح رابح، بحيث أنه لوغراد ديال ماناجر سينيور يعني انه ساعدنا مجموعه من العناصر ديال الفريق ديالنا باش يحققوا هذا لوغراد ماناجر. الحمد لله عندنا في الفريق ديالنا 8 ديال ماناجر مباشرين او غير مباشرين كذلك، دونك حققنا كذلك التحدي ديال السفريات في 2019 و2020. بالنسبه لي شخصيا 2019 كان لي الشرف انه استفدت من سفريه المدينه دالاس رفقه هذا الفريق الرائع، وكما كتشوفوا في الصور كذلك، وكان حاضر معنا السي حسن، وهنا كنكتشف انه السي حسن كنزيد كنعرفوا وكنكتشفوا انه حقا يعني سي تان غران طوم السي حسن تبارك الله عليك. اذا هذه السفريه هذه شكلت نقطه تحول في المسار ديالي، يعني انا ذاك كنزيد نتاكد انه فور ايفر ماشي غير فقط مجرد يعني مشروع، وانما نمط حياه ونمط عيش بكل المقاييس. كنتاكد كذلك انه راه مشروع كبير، سقف النجاح من خلال خطة المكافآت اللي شرح السي حسن راه غير يعني غير محدود. هذا النجاح مع فوريفر غير إلا بغينا نحدو حنا، إذا سقف النجاح مع فوريفر غير محدود من خلال خطة الأرباح، من خلال الاشتغال كذلك على التحديات اللي مازال كيشرح فيها السي حسن. إذا هذه السفرية شكلت نقطة تحول في المسار ديالي، إذا بحيث في مدينة دالاس خديت القرار أنه نتفرغ بصفة كلية للمشروع العائلي، لأنه كان اعتبره مشروع عائلي، رفقة الزوجة ديالي أجل السعاد، رفقة الفريق ديالنا كذلك، وعازمين كل العزم على أساس نواصلوا النجاح ونزيدوا نستافدوا من خطة الأرباح من خطة المكافآت، لأنه كيف ما قلت سقف النجاح غير محدود معها. إذا تبارك الله عليك سي حسن، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم. شكرا سي سعيد تبارك الله عليك، بالعكس تجربة كانت ملهمة، وتبارك الله كمقاول من العيار التقي الكرة المغربية، فأنت قدوة للجميع. فواحد النقطة قلتها مهمة سي سعيد، وأن الهدف حاليا طول المدام ديالك أنك تعاونوا الماكسيموم ديال الناس في المجموعة ديالكم حتى هما يحققوا تحفيزات، تعاونوا لي ماناجر اللي معكم حتى هما يحققوا الأهداف ديالهم، مثلا تمويل السيارة السفريت مع فوغافاغ مداخل كبيرة. فالمقابل الى هذا الشيء فغابه تقول لك فوالا راه فضل هذه الشروط اللي درتي راك ولات عندك واحد المدخول اخر كيتسمى تشيرمانز بونيس ولا تقاسم الارباح السنويه اللي كديرها فغابه غليبي. ففغابه كل عام كتاخذ واحد الرقم كبير من المعاملات ديالها من المداخل ديالها وكتعاود توزعه على الناس يحققوا هذه الشروط. فمثلا 2019 وزعت اكثر بريسك جايه واحد 20 مليار اللي توزعات عبر العالم كدي شيك. 2020 بريسك واحد 18 قل شي حاجه ديال المليار. في 2021 في اوج الازمه وكورونا الى اخره، في 2021 رغم مو شوف الرقم شحال تبارك الله، 2021 بريسك 19 مليار ديال الدولار اللي توزعات، مليون ديال الدولار اللي المغربيه يقول 19 مليار مغربيه اللي توزعات عبر العالم على مقاولين حقوا بعض الشروط. دوك انا كيبان ان الشركه راه قويه في جميع في اي اوقات في الكريز في اي ظروف الشركه راه قويه. اعلى شيك في العالم كان هو ديال الشخصي في الصوره روف كيب اللي تبارك الله كل عام شيك كيبدا من مليار حتى مليار ونص كيكون عنده كبريم ديال العام. وتبارك الله في المغرب معنا مقاولين اللي حتى هما يشرفونا في هذه المحافل فوغافا وجابوا دي شيك. فمثلا السي عبد الهادي المغربي بريسك واحد 66 ألف درهم، بريسك واحد 7 مليون مغربية من الدولار للدرهم المغربي كشيك ديالو كبريم ديال العام. السي يونس كتيب علين 11 مليون مغربية كشيك ديال تشيمانز بونيز. والسي حسن دادان ومدام نجمة ورفقة الأبناء ديالهم سفرية في السويد مدفوعة التكاليف وجايبين معاهم واحد الشيك اللي وصل تقريبا أكثر من 48 مليون مغربية. فهاد الشيك هادو راه فغيمون ممكن تفكر تمول بهم قاعة ولادك، تمول بهم الدار ديالك، عندك شي أهداف إلى آخره. فهاد الشيك فغيمون زوين بزاف. دونك هنا نكون وصلنا لنهاية العرض ديالنا وعرفنا البون دو ريمونيغاسيون، ومازال بزاف الأرباح جيم بونيز أرباح أخرى إن شاء الله من بعد غادي تتعرفوا عليها. فمازال مع فوغافاغ ملي غتبداو كمقاولين غتكتشفوا بزاف ديال الحوايج.